يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.